من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. أبدأ من الدولار. الدولار أكيد عليه ضغط كبير في الآونة الأخيرة منذ سياسة التحفيز لدى الفيدرالي، نتحدث عن تراجع ب 10% منذ منتصف مارس للعملة الأمريكية. الآن الفيدرالي قال لنا مؤخرا بأنه يتحمل مستويات تضخم أعلى من مستويات 2%، ما يشير إلى بقاء أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة. هل نتوقع إذن تلقائيا استمرار لضعف الدولار أمام العملات الرئيسية، وكيف ممكن أن يؤثر ذلك على سياسات البنوك المركزية الأخرى وخاصة البنك المركزي الأوروبي؟ يعني أعتقد هذا التعديل القوي الذي قام به الفيدرال الأمريكي بسياسته النقدية، وإن كان البعض يعتبره أنه يعني تعديل لغويا طفيف، ولكن هو يعني الكثير بالنسبه للفدرال الامريكي، ويعتبر تعديل منذ فتره زمنيه طويله لم يقم به، وهو استهداف مستويات اعلى للاستهلاك او اسعار المستهلكين او ما يسمى بالتضخم. هذا يعني فتح المجال لمستويات التضخم، اذا كان يستهدف المتوسط ان يكون عند 2% فبالتالي او قرابه 2%، فهذا قد يسمح ان يكون عندي قراءات فصليه عند 3.5 وعند 4%، اي هذا يعني ارتفاعات في مستويات التضخم قد تكون حاده في الفتره القادمه، وبلا شك سوف تكون ذات تاثيرات سلبيه كبيره على الدولار الامريكي كعمله امام باقي العملات الاخرى. بالتالي على المدى المتوسط الى المدى القريب من المتوقع بشكل كبير ان يستهدف الفدرال الامريكي من خلال لهجته التحفيزيه التيسيريه ضغط الدولار الامريكي بالفتره القادمه بشكل اكبر، وان يحقق ذلك ارتفاعات حاده نوعا ما في مستويات التضخم على القراءات يعني القراءات الشهريه الى الفصليه، وبالتالي حتى يبقي ضمن مستويات التضخم المستهدف المتوسط تبعها عند 2 إلى 2.5%. عمليا هذا قد يسبب تراجعات حاده في الدولار الامريكي. ما نشهده الان في الدولار الامريكي هي عمليه انتظار، عمليه ترقب لمزيد من الحديث من قبل اعضاء الفدرال الامريكي. لدينا عديد من الخطابات المنتظره ممكن ان تؤثر على الدولار الامريكي كمؤشر، وهذا بلا شك سينعكس ذلك على باقي المركزيات التي ستعاني إذا ما كان هناك فروقات حادة لعملاتها أمام الدولار الأمريكي، وأيضا حتى يكون هناك نوع من يعني حتى لا يكون هناك فجوة في السياسة النقدية العالمية، ومعظم الدول تعتمد على أن يكون هناك سياسات تيسيرية وتحفيزية ضخمة. أعتقد المتضرر الأكبر قد يكون هو المركزي الأوروبي الذي حتى الآن عند مستويات التحفيز التي يقوم بها ليست كافية لا لرفع مستويات الاستهلاك أو مستويات التضخم، وفي نفس الوقت غير كافية لتحقيق الانتعاش أو العودة أو الريكفري للاقتصاد الأوروبي، وبالتالي ممكن اليورو هو اللي يكون يعني معرض لمزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة. رائد، ما هي النظرة على الاستليني في ظل هذه المعطيات والضبابية حول مصير ملف البريكزيت؟ يعني انطلاقة ضربة قوية اليوم، وعاد لي الضغط في الاتجاه هابط نوعا ما بنتيجة التخوفات من الفترة القادمة، البريكزيت وعودة جونسون لوضع ملف الخروج بدون اتفاق مرة أخرى أو هذا الخيار مرة أخرى على طاولة المفاوضات، وأن تنتهي الجولة الثامنة بدون أن يكون هناك أي اتفاق. أعتقد ذلك له تأثيرات سلبية كبيرة خصوصا في الوضع الراهن المرتبط بالكوفيد 19، فبالتالي نحن فنيا نتحدث على أن إمكانية الزوج أن يزور مستويات أدنى بعض الشيء بنتيجة ضعف في الجنيه الاسترليني يعني مضطرد أكثر من أي أن يكون هناك ضعف الدولار الأمريكي اللي ناتج عن السياسات النقدية السيرية الضخمة. ممكن يكون عندي ضغط على الجنيه الاسترليني وعودة إلى القواعد دون مستويات 1.30 واستقرار عند مستويات 1.27، ممكن أن نشهد ذلك خلال الفترة القادمة مع تعقد عملية البريكزيت أو الروبيت كما ذكرت كريمة. أعتقد هذه العملية معقدة جدا بالنسبة للشارع البريطاني وللوسط السياسي البريطاني في الوقت الراهن، وذلك سيكون له تأثيرات سلبية وضغط سلبي على الجنيه. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.